بالنسبة للبيتراز روزية، فيمكن المعلومات كلنا عارفينها إن البيتراز روزية ده نوع من بابل سكويمس ديزيز، إن هو بيبدأ بهيرالد باتش، بعدين يزيد يجي على ترانك، بياخد شكل كريسمس تري باترن، إن هو سيلف ليميتنج، إن هو بيقعد فترة 6 8 أسابيع عقبال ما يخف، إن هو ممكن يكون له علاقة بهيومن هربس فيروس تايب 7 أو تايب 6. دي المعلومات العامة اللي كنا عارفينها، عايزين بس نزود كام حاجة كده صغيرة. أول حاجة هو بابل سكويمس هو سيلف ليميتنج، له شوية سيزونال فاريشن، يعني أنت هتلاقي فترة كده بيجي مع تغيير الفصول تلاقي فجأة كل البيشنتس اللي في العيادة جايين الأوت بيشنت كلهم بتراز روزية، فتبقى ليها سيزن فاريشن. فكرة سيزن فاريشن وإن ممكن ما يجيلوش انفكشن بعد كده، ده اللي خلى يبقى فيه ثيري اللي علاقة بالفيرال انفكشن، بالذات هيومن هيربس فيروس تايب 7 وتايب 6. وتايب 6 و7 دول اللي ممكن يكون ليهم علاقة بالبتراز روزية. السيمبتومز مش هيجي يشتكي من ايه، هو مين اللي هيشتكي ان في طفحة طالعة في جسمه، يقول لك انا في رش طالع في جسمي، ده الأساس. ممكن الراش ده ساعات يكون اسيمتوماتيك، ما يشتكيش من حاجه، ممكن يكون فيه شويه اتشنج وارد، لو زايد شويه مكمل شويه كونستيتيوشنال سيمبتومز، بس عاده يا اما اسيمتوماتيك يا اما مايلد اتشنج، فهو مش جاي حالته تعبانه قوي، هو فكر ان هو قلقان ان في حاجه ظهرت على جسمه. الموضوع بيبدا ازاي؟ هو ليه فيرينتس كتير، بس طبعا الشكل الكلاسيك ان هو بيبدا الاول بالهيرالد باتش، والكلمه كلمه هيرالد معناها ما يسبق، ان بيجي الاول باتش. الهيرالد دي بتبقى باتش حجمها اكبر شويه، فيها كولورات اوف سكيلز واضحه، بتبدأ الأول لوحدها، بتيجي فين؟ ممكن تيجي عند الترونك، ممكن تيجي على النك upper arm، يعني في الأماكن دي بالذات. بعدها بشوية بتدي يظهر بقى ال بقية ال generalized eruption. ال heart patch زي ما قلنا إن فيها colorate of scales اللي هي trailing scale، إن هي بتبقى ماسكة من بره ومن جوه loosely attached، ف attached لل periphery إنما loosely attached ناحية ال center. بعد كده يظهر eruption. eruption ده ممكن يكون macules و papules، بتبقى disseminated أكتر على الترونك. حاجه مميزه فيها ان هي بتاخد كريسمس تري باترن، برضو عليها كولورات اوف سكيلز، شكل كريسمس تري ده لانها ماشيه مع اللاينز اوف كليفج، فلما تبص تلاقيها ماشيه مع اللاين بتاع الريبز اللي هي لاين اوف كليفج، واخده كريسمس تري باترن. الفكره مهمه ان لازم افهم البيشنت لما يجي ان الموضوع مش كونتيجوس، هو مش معدي، هو مش عدوى من حد، ولا هو هيعدي حد، لان في 98% من الناس مش هتتكرر تاني، فغالبا مش هتتكرر الا لو كان هو حظ وحش وكان من 2% اللي بيتكرر لهم البتريز روزيه. ان الموضوع بياخد وقت عقبال ما يروح، فهو اي سايكل هياخدها، حتى لو ما خدش علاج ممكن هو ياخد حوالي 6 تو 8 ويكس لحد ما يحصل له هيلينج سبونتينيسلي، فانت من غير ما تديله علاج هو هيتحسن. اديته علاج هتسرع الهيلينج، بس وارد يكون لسه في كروبس هتطلع، فلازم تفهم البيشنت لو جالك في الاول ان في احتماليه ان الموضوع لسه هيزيد وياخد وقت وبعدين يروح، بس احنا برضه هناخد تريتمنت. ساعات يجي يسال مثلا طب ايه الفارينس اوف بتريز روزيه؟ احنا قلنا كده الشكل الكلاسيك، الفارينت ان هو بقى يجي في الفلكشرز فنسميه انفرس روزيه، ان هو يجي لوكالايز في حته معينه في الجسم، او ان الشكل نفسه يبقى مختلف، يعني مثلا يجي في شكل بابلر، في بابلو فيزيكلر، في بيربيريك لايكينويد، ان الهيرالد باتش ما تكونش موجوده او فيش ما ياخدش باله منها، او تيجي هيرالد باتش وما يكملش بعدها فنسميها ابورتيف بتريز روزيه. ممكن يبقى دراج انديوست، واشهر ادويه الاس انهبيترز وبيتا بلوكرز، ولما يكون دراج انديوست هياخد فتره اطول من الطبيعي بتاع البتريز روزيه العاديه، فبتريز روزيه تطول ممكن افكر ان هي كانت دراج انديوست، بالذات لو في حاجه واضحه في الهيستوري. لما باخد بايبسي هو ملوش حاجه سبيسيفيك قوي، بس بايبسي شبه شويه سب اكيوت اكزيما، ان هو في شويه سبونجوزز واكستو واكسوسايتوز للسيلز. البروجنوز زي ما قلنا 6 ل 8 اسابيع بعدين هيل سبونتينيسلي، فانت لو سبته لوحده غالبا هيحصل له هيلينج، لازم تفهم بيشنت كده، بس هناخد علاج عشان نسرع الهيلينج. لو طول معاك لا يبقى شك ساعتها ان ممكن ما يكونش روزيه فعلا. هو لو طول في احتمالين، ممكن طول عشان هو دراج انديوست، او طول انت الدايجنوز ما كانش مظبوط، فساعتها حط ديفرنشال تاني زي البليفا بي ال سي وخد بايوبسي. وزي ما اتفقنا في لايف لونج اميونيتي في 98% من الناس، فاهم البيشنت ان موستلي الموضوع مش هيتكرر الا هو حظ وحش وكان من ال 2%. طيب لو هي مش بتراز روزيه ايه الحاجات اللي ممكن اشك فيها؟ اهم حاجتين زي ما قلنا، لو هو طول يبقى احتمال يكون بي ال سي او بليفا خد بايوبسي، ويكون كان دراج اندوس من الاول. حاجه تانية لو البيشنت عنده هيستوري او اكسترا ماتر ريليشنز، او انت شايف الليجنز ظاهره في البالمز اند سولز، يعني انت بصيت دلوقتي البيشنت شكله عنده روزيه بس مطوله ما بتروحش، بصيت في البالمز لقيت فيه ليجنز في البالم، لا ده كده ممكن يكون سكندري سيفلس، لان السكندري سيفلس في تايب منه شبه الروزيه، ولما بيجي في البالم بنسميها ماكلر سيفيليدز، فلازم تفكر ساعتها في سيفلس كديفرنشال، واعمل التست على السيفلس بقى اللي هو البي دي ار ال والفته والكلام ده. في ديفرنشالز تانية بحكم ان هو ليجن ممكن يبقى له انلر شوية تحط فيه تينيا كوربورس، لو في مالتيبل ليجنز ديسيمينيت ممكن احط جاتيت سورايسز، قلنا بليفا وبي ال سي يتحط طبعا، ونيومينر اكزيما بالذات لو كان في الهيرالد باتش. يبقى اهم حاجتين ديفرنشال نحطهم، اهم ديفرنشال لو انت الموضوع مطول او لو في بالمن سول لازم احط سيفلس، سكندري سيفلس ده ديفرنشال مهم جدا.
تاني حاجة مهمة نحطها، لو الموضوع مطول قوي ممكن افكر في بليفا وبي ال سي. وساكن السيفل ازاي ديفرنشال مهم كمان، عشان كده الناس يعني لما تكون بتعمل اكزامينيشن للبتراز روزية يا ريت ما تمدش ايدك وتمسكها من غير جلوفز الا وانت متاكد 100% انها بتراز روزية، احسن يكون سكندري سيفلس وساعتها سكندري سيفلس انفكشس، فيا ريت محدش يعمل اكزامينيشن غير وهو لابس جلوفز unless انت متاكد 100% انها روزية. طب التريتمنت ايه؟ اول حاجه ري اشورنس فاهم البيشنت ان ده حاجه عاديه ممكن تيجي سيزونال، 98% من الناس مش هيتكرر عندهم تاني، هي مش عدوى بتاخد وقتها وبتروح، في احتماليه يكون في كروبس لسه هتظهر، ياخد باله ما ياخدش حاجات ايريتنت للسكين يعني يلبس حاجات قط، ياخد ايمولينس لما يستحمى يستحمى ما يتعكش جامد وينشف ينشف طبطبه كده ما ينشفش بطريقه جامده. الحاجات السيمتوماتيك ممكن ندي حاجات سوذنج، ساعات ندي انتي هيستامينز ايمولين توبيك ستيرويد. الحاجات السيستميك اللي بتقلل الموضوع يا اما اريثروميسين سيستميك انتي بايوتيك، في ناس تدي اسايكلوفير على اساس ان هو له علاقه بالهيومن هيربس فايروس، برضه في بعض الحالات لو اكستنسيف ممكن ندخل على فوتوثيرابي. تاني حاجه بعد البتراز روزي اللي هي بتريزز روبرا بايلاريس. بتريز روبرا بايلاريس الفكره بتاعتها ايه؟ ان هي واحده برضه من بابيروس كويمس، ان هي بتتقسم لانواع، ده بقى الكلام مهم. لما نيجي نقسمها بنقسمها لست انواع، هما كانوا بيتقسموا لخمسه زمان وفي نوع سادس جديد. التقسيمه بتعتمد على السن، هل انا جاي في ادلت ولا جوفينايل، وهل هي جنرالايزد ولا حاجه لوكالايزد. ناخدهم واحده واحده. اول حاجه اللي عايزين نتكلم عليها قبل ما نخش في التقسيمه هو الشكل الكلاسيك. يعني ايه الشكل الكلاسيك؟ الكلاسيك ده اللي هيجي في ادلت، فعشان هو كلاسيك وبيجي في ادلت هو الموست كومن فورم فهو تايب 1، يبقى تايب 1 ده كلاسيك ادلت، ده الموست كومن 55% من الحالات. ايه كلاسيك ادلت؟ كلاسيك ادلت قلنا مجازا اما نبص على الكلام كده ان هو عنده سكيلز في السكال والفيس، وعنده في الترنك في سالمون كالرد فليكرال بلوجينج، ومعاه ايلاندز اوف نورمال سكين. يبقى انا بدات فين؟ بالسكال والفيس. فالليجنز تتميز ان هي ليها بتبدا في الهيد وناك الاول، وبعدين ادفانس كود اللي هي بدات فوق وبعدين نزلت تحت، ده رقم واحد. رقم اتنين قلنا ده موست كومن فورم، بيجي فين؟ في الادلت. هيشتكي من ايه؟ ممكن في شويه برايتس او بيرنينج مش في كل الناس. طب ايه اساس الليجنز بتاعته؟ احنا قلنا السكالب، السكالب فيها ايه؟ السكالب بيكون فيها اريثيما وسكيلينج. طب الفيس والترانك فيهم ليجنز عامله ازاي؟ فيهم فوليكولر بلوجينج، دي اهم حاجه، فوليكولر هايبركراتوتيك بابيولز. يعني الفوليكولر هايبركراتوتيك بابيولز دي بتبقى راف بابيولز، فبالتالي بقى ليها نوت ماجريتر لايك، جايه ممكن على ترانك على الاكستريميتيز. تاني حاجه اتفقنا ان البابيولز دي تحتيها في لون احمر سالمون كارد او اورنج ريد فليكس، تتميز ان فيها ايلاندز اوف نورمال سكين. ايه تاني اللي ممكن في ايلاندز اوف نورمال سكين؟ البوردر لاين ليبروسي والمايكوزس فانجويدز. فالحاجات اللي فيها ايلاندز اوف نورمال سكين هي بتريز روبرا بايلاريس، بوردر لاين ليبروسي، ومايكوزس فانجويدز. لما نيجي نقول ان اول حاجه فوليكولار هايبركراتوتيك بابيولز، يبقى قلنا فيها راف بابيولز موجوده تحتيها، في ممكن تبقى كونفلوينت توجذر اصلا كده كده، يعني الباك جراوند بتاعتها عباره عن سالمون كولر او اورنج ليد بليكس شاربلي ديماركيتد، ممكن في ايلينز اوف نورمال سكين. لو الموضوع زاد قوي ممكن يوصل للإيرثروديرما، حلو دي اول حاجه. تاني حاجه احنا قايلين اوريدي ان الهيد كان مالها كان السكالب كان فيها اريثيما وسكيلينج. لما تيجي تبص على ايده هبص على البالمز الاول ليها اورنج ريد واكسي، ففي بالمو بلانتر كراتوديرما لونها اورنج ريد او يلوش. الحاجه التانيه النيلز ممكن تبقى انفولف يبقى فيها ثيكنينج او يلو براون ديسكالريشن. يبقى ده كده الليجنز اللي موجوده. يبقى تاني الكلاسيك ادلت بي ار بي ده تايب 1، ده الموست كومن 55% من الحالات، بيبدا من فوق وينزل تحت. بادئ من فوق منين؟ من الهيد والنك. طب الهيد فيها ايه؟ فيها اريثيما وسكيلينج. طب ده السكالب يعني. طب بقيت بقى الفيس والترانك اخبارهم ايه والحتت دي؟ الترانك بالذات والاكستريميتيز بيكون فيهم موضوع اللي هو الفوليكولر بابيولز، ففي فوليكولر هايبركراتوتيك بابيولز جايه فبتدي شكل نوت ماجريتر لايك ورفنس، بيبقى فيها الباك جراوند بتاعها عباره عن اورنج ريد بليكس، فيها شارب ديماركيشن، ايلاندز اوف نورمال سكين. اجي ابص على الايدين اخبارها ايه؟ هبص على الايد نفسها الاقي فيها يلو او اورنج ريد بالمو بلانتر كراتوديرما، ابص على الضوافر الاقي فيها يلوش ديسكالريشن وثيكنينج. ده كده مين؟ ده كلاسيك تايب، ده تايب 1. طب لو نفس الشكل ده جه في طفل ده يبقى كلاسيك جوفينايل اللي هو مين؟ تايب 3. الاثنين يتميزوا بايه؟ الاثنين يتميزوا ان هما بيتحسنوا مع الوقت، الاثنين سيلف ليميتنج. فتايب 1 وتايب 3 الاثنين سيلف ليميتنج، بيحصل لهم كليرنس وذين 3 ييرز. يبقى دي اهم حاجه في تايب 1 وتايب 3 اللي هما كلاسيك اللي قلنا شكلهم خلاص كده. يبقى لنا تايب 2 و4 و5 و6. تايب 1 كان كلاسيك ادلت، تايب 2 اتيبيكال ادلت. الاتيبيكال بتاع الادلت شكله مختلف تماما. الاتيبيكال ادلت اخباره ايه؟
عنده شبه الإكفيوزز سكيلينج فين بالذات على الليجز، وعنده اكزيماتس تشينجز، وعنده الوبيشيا. يبقى التايب 2 اللي هو الاتيبيكال ادلت عباره عن إكفيوز على الليجز بلس اكزيما بلس ممكن يبقى معاه او ماي بلس او ماينس الوبيشيا. يبقى إكفيوز على الليجز بلس اكزيما بلس ماينس الوبيشيا، ده التايب 2 اتيبيكال ادلت. طب الجوفينايل بقى في نوعين منه، في تايب 4 وتايب 5. تايب 4 سيركمسكرايب جوفينايل ان هي ويل ديماركيتد بليك اوف فليكر بلاجنج. فليكر بلاجنج جايه في حته واحده بس، جايه فين؟ على القلبه او على النيه، دي اشهر اماكن. يبقى على النيه والقلبه ويل ديماركيتد، ده سيركمسكرايب جوفينايل سهل. طب تايب 5 الاتيبيكال جوفينايل، لا ده مختلف تماما، ده الاساس فيه ان في سكليرودرما لايك تشينجز. طب تايب 6 له علاقه بالاتش اي في. يبقى تاني احنا عندنا ست انواع. تايب 1 اللي هو كلاسيك ادلت اللي هو الموست كومن فورم، 55% من الناس، اللي هو كان بادئ من فوق ونازل تحت، فوق على السكالب في اريثيما وسكيلينج، لما تنزل على الجسم في الفوليكولر بلاجنج اللي هي فوليكولر هايبركراتوتيك بابيولز، باك جراوند اوف اورنج ريد بليكس شاربلي ديماركيتد ايلاندز اوف نورمال سكين. طب بص على الايدين، يالو او اورنج ريد بالمو بلانتر كراتوديرما، يالو ديسكالريشن وثيكنينج اوف ذا نيلز. طيب تايب 2 ده كان الاتيبيكال ادلت اللي هو كان فيه اكثيوزز على الليجز بلس اكزيما بلس اور ماينس الوبيشيا. طب تايب 3 ده كان التيبيكال جوفينايل او كلاسيك جوفينايل. الكلاسيك جوفينايل بي ار بي زي تايب 1 اللي هو بدأ من فوق نازل تحت، في اريثيما او سكيلينج في السكالب، في بعد كده الفيس في سكيلينج الجسم نفسه، في الفوليكولر هايبركراتوتيك بابيولز الباك جراوند بتاعته اورنج ريد بليكس، بيبقى ليها شاربلي ديماركيتد ايلاندز اوف نورمال سكين. ابص على الايدين الاقي بالون بلانتر كراتوديرما اللي هي يلوش اورنج ريد، وابص على الضوافر الاقي فيها يلو ديسكالريشن وثيكنينج وديستروفي في النيلز. طيب تايب 4 ده سيركمسكرايب جوفينايل اللي هو فوليكتر بلاجنج بس لوكالايزد في حته، لوكالايزد فين؟ على القلب والني. تايب 5 ده الاتيبيكال جوفينايل اللي هو فيه سكليرودرمويد تشينجز. تايب 6 ده اللي بيجي مع الاتش اي في، لما اخد بايوبسي اهم حاجه فيها طبعا في فوليكولر بلاجنج، احنا قلنا في فوليكولر بلاجنج وفي اورنج ريد بليكس. فوليكولر بلاجنج ده تفسيره لما نبص في الباثولوجي نلاقي في اورثوكراتوتيك بلاج بايل انفانديبلم دايليتد، في اورثوكراتوتيك بلاج والستراتم كورنيوم اللي حواليه عامل شولدر كده حوالين البلاج دي. تاني حاجه لان هو مش كله فيه سكيلز قوي، ففي حاجه اسمها تشيكر بورد باترن ان اورثو باراكيراتوز الترنيتنج مع بعض، دي من الحاجات الكاركترستيك فيه. اهم حاجتين ان في دايليتد انفانديبلم فيها اورثوكراتوتيك بلاج، وده يفسر لي فوليكولر بلاجنج اللي موجود، وان ليها شولدرنج من الستراتم كورنيوم حواليها. تاني حاجه ان في باسكت ويف هايبر كراتوزز، وان في الترنيتنج باترن اوف اورثو وبارا كراتوز مع بعض بنسميها تشاكر بورد باترن. الديفرنشال دايجنوز ايه؟ بيشنت جاي عنده اريثيما، عنده سكيلينج، عنده حتت كده فيها اورنج ريد ديسكالريشن وسكيلز، ممكن افكر في سورايسس. بس عن الفرق موضوع البالم بلانتر كراتوديرما، موضوع فليكر بلاجنج، كل ده مختلف. سيبوريك درماتايتس بالذات لو انت قولي في الاول ولسه بادئ فوق الريثيما وسكيلينج في السكالب وفي الهيد والفيس وكده، ممكن يخليك تفكر شويه في سيبوريك درماتايتس، في اي ديفرنشز موجوده. فكره الفوليكولر بلوجينج ان تكون حته محببه كده، ده برضو ممكن يجي في اللايكن سباينالوزس، فلما يكون حته محببه لوكالايزد على الجسم مفيش اي حاجه تانية ممكن احط فيها لايكن سباينالوزس. لو كانت جايه على القلب ومنيه في طفل كنت احط فيها تايب 4 اللي هو سيركمسكرايب جوفينايل. يبقى انا اهم ديفرنشز عندي ممكن احط سورايسز، ممكن ساعات افكر في سيبوريك درماتايتس، ممكن افكر في لايكن سباينيلوزس، ممكن ببساطه بيشنت جاي في اريثيما وسكيلينج بلاجنج عادي ممكن افكر ان هو اتوبيك درماتايتس. لو هو ما فيهوش لاينز اوف نورمال سكين، مش واضح قوي الكالر اورنج ريد، ما فيش فولكل بلاجنج واضح، ما فيش بلانتر كراتوديرما، ممكن ساعات افكر في اتوبيك درماتايتس. الكورس زي ما اتفقنا التايبس اللي هي الكلاسيك اللي هي تايب 1 في الادلت وتايب 3 في الجوفينايل، الاثنين كانوا سيلف ليميتنج. بقيه الانواع لا، ممكن تطول مع البيشنت. التريتمنت هديله حاجات توبيك اللي هتشيل بقى السكيلينج والحاجات اللي موجوده، ممكن توبيك ريتينويز كاسيون انهبيتر السيستميك ستيميك ايس 39 وساعات اساتريتين، والفوتوثيرابي في بعض الناس ممكن يعمل اجريفيشن لكن بعض الناس تانية بيحسن الموضوع. يبقى ده كده مين البي ار بي. طبعا اهم حاجه ان هم ست انواع، تايب 1 اللي هو كلاسيك ادلت اللي هو موست كومن، تايب 2 اللي هو الاتيبيكال ادلت بتاع الاكثيوزس والاكزيما بلس ماينس البيشيا، تايب 3 كلاسيك جوفينايل، تايب 4 اتيبيكال جوفينايل اللي هو كان سيركمسكرايبد الناس، تايب 4 اللي هو سيركمسكرايب جوفينايل اللي هو كان جاي لوكالايزد على القلب ونيه بشكل فوليكولر بلوجينج، تايب 5 اللي هو الاتيبيكال جوفينايل اللي هو كان فيه سكليرودرما لايك تشينجز بالذات اكرل، وتايب 6 اللي هو كان مع الاتش اي في.
بالنسبة للبتراز لايكينويدز، فعندنا البترازز لايكينويدز في منها نوعين، بتراز لايكينويدز ايفاريوريفورمز اكيوتا اللي هي البليفا، بتراز لايكينويدز كرونيكا اللي هي بي ال سي. اهم حاجة لازم ابقى فاكرينها عشان الامراض بتخش في بعض بعد كده، ان البليفا تتميز ان فيها هيموراجيك كراست، البي ال سي يتميز ان هو مايكا سكيل وشبه جلطات سورايسس. دي اهم حاجة نفتكرها، البليفا فيها هيموراجيك كراست فهي بالتالي ده اهم حاجة كاركترستيك فيها كلينيكلي، البي ال سي شبه الجاتيت سورايس يبقى هو مالتيبل ديسيمينيتد بابيولز عليها سكيلينج، بس الفكره ان هنا سكيل اخبارها ايه؟ مايكا سكيل. يعني ايه مايكا سكيل؟ يعني السكيل بتتشال از وان لاير عكس بتاعت السورايس اللي هي بتبقى لامينيتد بتتشال كذا مره في شكل كراتاش تيست. البي ال سي والبليفا، البليفا اسمها اكيوتا والبي ال سي كرونيكا، لكن في الحقيقه موضوع اكيوتو كرونيك ده ملوش علاقه بالكورس، الاثنين بيقعدوا فتره والاثنين ممكن يبقوا ريكارنت. فكره اكيوتو كرونيك ده ملوش علاقه بالكلينيكال كورس، علاقه اكتر بالكلينيكال بيكتشر والهيستوباثولوجي، انما كديوريشن او كورس اوف ديزيز مالوش علاقه بكلمه اكيوت وكرونيك اللي موجوده في التسميه نفسها. اسباب ليفا ايه مش معروف، ممكن تكون بقى حاجه انفكشس ايجنت، ممكن مع دراج. الفكره كلها ان دول يعتبروا كلونال تي سيل ليمفوبروفيتيف ديس اوردر، يعني التي سيلز اللي موجوده كلونال غالبا كلها من نفس النوع، عشان كده بليفا وبي ال سي بالذات البليفا من الحاجات اللي بتخش بقى في الديفرنشال مع الليمفوماتويد بابيلوز اللي هي تي سيل ليمفوبروفيتيف ديس اوردر. لما نيجي نبص على كلينيكال بيكتشر، دكتور احمد عامل جدول بين الاثنين، هنبص هنلاقي فيه بليفا وبي ال سي. البليفا زي ما اتفقنا اهم حاجه ان فيها ايه، هيموراجيك كراست، فهي شبه تشيكن بوكس شويه، يعني بتيجي اكتر في الاطفال، هتبقى ارثيماتس بابيولز يحصل فيها فيزيكليشن، الفيزيكليشن يسيب مكانها هيموراجيك كراست اللي اهم حاجه موجوده في الموضوع، بتبقى ممكن اسيمتوماتيك تيجي اكتر على ترانك والثاي، ممكن يحصل لها سبونتينيوس ريزولوشن، وباين من اسمها بتراز لايكينويدز ايفاريولي فورمز عشان ممكن تسيب مكانها فاريولي فورم سكار. امال البي ال سي، بي ال سي قلنا شبه الجاتيت سورايسس، يبقى البي ال سي لايكينويد بابيولز ريدش براون فيها سكيلينج، بس الفرق ان هي مايكا سكيل اللي هي بتتشال ان وان لاير وجنتل سكرابينج، بتبقى اكتر في الادلتس، بتيجي برضه على الترانك والثاي والابر ارمز، ممكن تروح لوحدها لما تخف البي ال سي، ممكن تسيب هايبو او هايبر، والهايبو من الحاجات الكومن جدا. عشان كده كتير اول ما يجي بيشنت بص عنده يقول لك عنده بقع بيضه، وتلاقيه كده بقع بيضه صغيره، ممكن ساعات تكون بي ال سي، لان في الدارك سكين ساعات البرزنتيشن الاساسيه بتبقى بالهايبر بيجمنتيشن راذر ذان الاكتيف ليجنز نفسها. يعني ممكن البيشنت يجي لك تلاقي ايده منقطه ابيض في كذا حته، فانت بالنسبه لك ده هايبر بيجمنتيشن، فهو مش دي، فمش ماشي مع بيتولوجي قوي، بلس ان مانز هايبر بيجمنتيشن هي ماين ماكيولز مش باتشز، فحتى مش ماشي قوي مثلا مع هايبر بيجمنتد ام اف، مش قادر تحط فيها بتراز قلبه، فساعتها بنفكر في بي ال سي، سبيشال كان في هيستري بدات قبلها الليجنز كانت اريثيماتس، فبي ال سي فكره انه بيسيب هايبر بيجمنتيشن دي حاجه مهمه جدا. يبقى البليفا تتميز قلنا تيجي في الاطفال اكتر هيموراجيك كراست، بي ال سي اكتر في الكبار بس ممكن تيجي في الاطفال عادي جدا، بس هي موست كومن اكتر في الكبار، وبتسيب مكانها هايبو بيجمنتيشن عاده وفيها مايكا سكيل. الباثولوجي بتاعهم هما الاثنين قلنا فيهم ليمفوسيتك انفلتريت، حتى كنا لسه بنقول ده المشكله ان الليمفوسايتس اللي موجوده كلونال، عشان كده بقى بنخش في سكه المينو هيستو كيمستري، ويا ترى الليمفوسايت دي نوعها ايه، ويا ترى في ريسك اوف تي سيل ليمفوما والكلام ده. بتبقى سي دي 8 سايتوكسيك اكتر في البليفا، بتبقى سي دي 4 اللي هي الهلبر اكتر في البي ال سي. وزي ما مكتوب هنا في الحته الاخيره ان الليمفوسايتس تبقى سمول اتيبيكال سيلز، ممكن يكون فيها ليمفويد اتيبيا، فبعض الناس بيعتبروا ان دي ساين اوف ليمفوماتويد بابيلوز، يعني بيدخلوا بقى حته بليفا دي في الجزء بتاع سي 30 بوزيتيف ليمفو بريفريتيف ديس اوردرز اللي هو ليمفوماتويد بابيلوز. الديفرنشال دايجنوزز زي ما قلنا اهم حاجه في بليفا افتكرها هي تشيكن بوكس، اهم حاجه في بي ال سي جاتيت سورايسس. في الديفرنشال بتاع بليفا حط ليمفوماتويد بابيلوز، لان ليمفوماتويد بابيلوز لما نيجي نذاكرها في الليمفوماز هنلاقي ان هي بتيجي برده بهيموراجيك كراستنج، فبابيولز فيها هيموراجيك كراستنج، فبتبتدي تخش في الديفرنشال هنا، والاثنين فيهم كلونال تي سيلز، فالاثنين شبه بعض، والاثنين في كلام ممكن اصلا اوفرلاب لبعض، فده ديفرنشال مهم. البروجنوز قلنا ممكن يحصل سبونتينيوس ريزولوشن سواء في دي او في دي. التريتمنت لو انت شايف ان في دراج هو الاندرلاين فاكتور وقفه، حد حاجات سيمتوماتيك انتي هيستامينز لو كان في برايتس اصلا، ممكن دي حاجه زي توبيك ستيرويد، اورال تترا سايكلين ايرثرومايسين يبقى لهم انتي انفلاماتوري افكت، وبعد ناس دي فوتوثيرابي، بس هو التريتمنت مفيش حاجه يعني واضحه قوي 100%. هي اهم حاجه نفتكرها بس ان بتراز لايكنوز في منها نوعين، بتراز لايكنوز ايفريلي فورمز اكيوتا، بتراز لايكنوز كرونيكا. البليفا تتميز بايه؟ هيموراجيك كراست شبه تشيكن بوكس، ان هي اكتر في الاطفال، ان هي اكتر على ترانك، ممكن تسيب مكانها بريلي فورم سكارز. البي ال سي
تميز ان هي شبه جلطات سورايسس لان فيها بابيولز عليها سكيلينج، بس السكيلز دي مايكا سكيل ممكن تسيب مكان هاي بيجمنتيشن، لدرجه ان في الدارك سكين ممكن هاي بيجمنتيشن هو الحاجه الدوميننت اللي انا اشوفها. ما انساش ان هم كلونال تي سيلز، عشان كده بعض الناس بتدخلهم في موضوع الليمفوماتويد بابيلوز بالذات بليفا. وتريتمنت مفيش حاجه سبيسيفيك قوي، دي حاجات سيمتوماتيك زي انتي هيستامين، توبيكال ستيرويد، دخلوا فوتوثيرابي، دي حاجه انتي انفلاماتوري، يعني كلها لاينز مختلفه، مفيش حاجه سبيسيفيك قوي في الموضوع. بعد كده في جرانيولار باراكيراتوزس. جرانيولار باراكيراتوزس ملخص بتاعه، واحده ست جايه تشتكي ان عندها اتشنج في الاجزيلا، عملت لها اكزامينشن لقيت في ناحيه واحده او في الناحيتين في مالتيبل بابيولز كيراتوتيك كولاست مع بعض، عملية بليك ماسريتد ممكن في ناحيه او ناحيتين. ده جرانيولار باراكيراتوزس. جرانيولار باراكيراتوزس بيجي اكتر في الستات، كومن كومبلين فيه الاتشنج، بيجي في الاجزيلا عاده، ممكن يولاترال او باي لاترال في شكل مالتيبل كيراتوتيك بابيولز، ممكن تكوالس انتو ابليك بتبقى ماسريتد، ومين كومبلين هي اتشنج. التريتمنت بتاعه ممكن ادي حاجات زي توبيكال ستيرويد، فيتامين دي او ريتينويد، ممكن ادي سيستميك زي ايس ريتينوين، وبيقول لها علاقه ممكن بالهايجين والديودرنس، ممكن يكون لها علاقه برضو ان ده ديس اوردر اوف كيراتينايزيشن. ده كده جرانيولار باراكيراتوز. طب باثولوجي ايه مميز فيه؟ هو اسمه جرانيولار باراكيراتوزز، يبقى اكيد فيه بارا كيراتوز وكان موجود، دي حاجه. والحاجه التانية كلمه جرانيولار عشان فيه ريتنشن لكريتو هايلاين جرانيولز، يبقى هو اسمه جرانيولار باراكيراتوز عشان فيه باراكيراتوزز وفي جرانيولار في ريتنشن اوف كريتو هايلاين جرانيولز. بعد كده في بتريازوس روتاندا. بتريازوس روتاندا الفكره بتاعتها ان انا عندي وال ديفايند هايبر بيجمنتد سكيلي باتش، حته كده وال ديفايند في هايبر بيجمنتيشن وسكيلينج جاي في الجسم، غالبا في حد سنه اكبر شويه، مش طفل، جاي في سن ادلت، وممكن تبقى واحده او مالتيبل. لما تشوفها لازم اشك، ممكن اسمها مال نيوتريشن، ممكن تبقى نوع من الاكثيوز بس لوكالايزد، ولازم افكر ان هي ممكن تبقى جايه مع مالجنس تبقى بارانيوبلاستيك، فدي من الاسباب مهمه جدا. فانت بتدور ايه الاندرلاينج، هل في مالجنسي، هل في مال نيوتريشن، وبتعالجه. والتريننج بتاعها هي نفسها مش ساتسفاكتوري قوي. يبقى بتريز روتاندا عباره عن ايه؟ عباره عن بوتشه لونها بني فيها سكيلينج وال ديفاين، ممكن تبقى سنجل او مالتيبل، جايه في حد سنه ادلت، حد كبير مش صغير، ممكن يبقى سببها مال نيوتريشن، ممكن تيجي مع مالجنسي، فلازم ادور على اندرلاينج مالجنسي لو في شك فيه، ممكن تبقى لوكالايز فورم اوف اكثيوزس كانها فارينت منها، والباثولوجي بتاعها غالبا بيبقى شبه الاكثيوز شويه. ولما تعالج دور لو في حاجه اندرلاينج، مفيش حد ليها حاجات توبيكال زي الاكثيوز بقى سيمتوماتيك، بس علاج مش ساتسفاكتوري.